السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. اليوم معكم صافغ نهال في فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة تاعي تاع اليوم فطور صباحي صحي، بحبة بيض وموزة ولا حبة بنان. هنايا البنات هما المقادير. هنايا عندي كاس فرينة دقيق أبيض، عندي ربع كاس زيت، عندي نص كاس حليب، عفوا 3 مغارف سكر، حبة بيض، مغرف صغيرة تاع لافاني، وحده خماره، وحده بنان ولا وحده موز كيما نقولوا. هنايا نبداو ندير التحضير البنات. هنايا غادي ندير السكر تاعي، غادي نضيف معاها الزيت، الحبة تاع البيض، نخلطهم مليح هنايا حتى يذوب هذاك السكر. وهنايا كي خلطت مليح نزيد الحليب، نص كاس على الحليب، نزيد مع هذيك مغرفه صغيره تاع لافاني. سمحوا لي كنت نبلع على الميكرو. هنايا البنات كي خلطت الحليب تاعي مع هذاك المقادير اللي درتهم، هنايا كيما تعرفوا غادي ندير الفرينه تاعي. ها هي مغربله كاس، وهنايا البنات الخماره كما تعرفوا الخماره كاين عاده تكون 11 غرام 12 غرام، ندير لكم هكا باش تشوفوا. حنايا ندو غير لا موتي تاعها باسكو هذه الكيكه، هذه غادي ندير غير كيكه صغيره ماشي حاجه كبيره، سي بور سا غادي ندير غير لا موتي تاعها، غير نصف العلبه. هيا البنات دير غير شويه ونخلي الاخرى اللي كيما نقول لي تخدم بعينها ميزانها راها تعرف، واللي ما تعرفش دير غير مغرف صغيره تاع قهوه، ماشي المغرف الصغيره تاع الحليب وقهوه بالحليب، لا المغرف الصغيره كاع الصغيره. هنايا نخلطها مليح. هنايا الخليط نتاعنا يكون خفيف كيما رانا موالفين نديرو الكيك تاعنا، عاد يكون شويه خفيف عليه. وهنايا نكمل نستمر في التخليط نتاعي، ونروح نقطع الحبه تاع حبه تاع البنان. غادي نديرها دي غوندال صغار، تبعوا معايا البنات. هنايا البنات كيما راكم تشوفوا المقله تاعي انا وجدتها، درت لها بابي كويسو. هنا ماذا بيكون المقله تاعكم تكون ثقيله باش ما تلصق لكمش الفطيره تاعكم كيما نقولوا الكيكه تاعكم. هنايا درت لها بابي كويسو اوراق الطهو، ودرت لها دريت عليها شويه تاع سكر باش يجي كيما نقولوا كي يطيب يجينا كي الكراميل. وهنايا الحبه تاع البنان قطعتها دوائر، غادي نديرها هكا على مستوى كاع المقله. وهنايا كيما راكم تشوفوا انا درت كاع هذيك الحبه تاع البنان في القاع تاعي تاع المقله. وهنايا غادي ندير لها هذاك الخليط نتاعي، ها هي هنايا درتها في المقلة تاعي. هنايا غادي نشعلها نار قليله بزاف كيما نقولوا نار قليله
نار هادئه ونخليها هنايا من 4 دقائق حتى لخمس دقائق، عفوا من 3 دقائق حتى لخمس دقائق. كي نشوف نحس بها حمارت من التحت نقلبها، غادي تشوفوا معايا كيفاش نقلبها، ونعاود نقلبها للجهه الزاوجه ونخليها تكمل الطيب. ها هي البنات فوق النار، غادي نخليها كما قلت لكم غطيتها باش يولي عليها الطياب. دوك تشوفوا معايا كيفاش غادي نقلبها. الناس كي طابت لي من التحت كما راكم تشوفوا هنايا راه الجناب شويه حمارو، غادي ندير لها بابي كويسون من الفوق وغادي نقلب عليها هذا ونقلبها هنايا. دوك تشوفوها هي البنات كما راكم تشوفوا، دوك نعاود نقلبها هنايا نردها هنايا المقله. وهنايا البنات سيبو، ها هي الكيكه تاعي بلا فرن طابت. هنايا برك نقول لكم ملاحظه، البابي كويسون كي تبغوا ديروا فيه ديروا له الزيت، دهنوه بالزيت كومام باش ما يزيدش يلصق لكم، خاطر كيما تعرفوا السكر مع البنان يزيد يلصق. هنايا لقيت صعوبات شويه باش نقلعها من البابي كويسون، مي معليش الحمد لله ها هي وجدت معايا. دوك نقطعها وتشوفوها معايا في طبق التحضير. هذا البنان البنات ها هو يبان، ها هي كما قلت لكم هنايا جاتني مجمره شويه من التحت. ها هي البنات كما راكم تشوفوا جات روعه، نتمنى تجربوها وخلوا لي التعليقات تاعكم، اراء تاعكم، راياتكم. وما تنسوش البنات دعموا القناه بالاشتراك. هنايا ولدي راه يشوف فيا راني ناكل، ديجا راني بديت الماكله راه يشوف فيا ناكل، راه يقول لي ماما وحنا ما ناكلوش. ليسونسيال البنات شهيتكم في الجنه، مع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله.